تنفذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. شخص من الكبار من الرؤساء مثلا يزوره في يوم 100 شخص، في يوم 1000 شخص، في يوم 10,000 شخص. هذا اليوم العظيم عنده، هذا يوم البيعة، هذا يوم تجديد العهد به. هذه الملايين المتوجهة إلى زيارة سيد الشهداء في الأربعين يتوجهون لتجديد العهد بالإمام الحسين، لتجديد البيعة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يذهبون إلى كربلاء ليقولوا له لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يذهبون إلى كربلاء ليقولوا لأمه الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقولون ذلك بأفعالهم قبل أقوالهم، ليقولوا له لها أبد والله يا زهراء لن ننسى حسينا. يذهبون إلى كربلاء لتجديد العهد بالإطاعة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلتوخذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات.